ايه مساء الفل. البت جودي يا بنتي عاوزة ايه؟ عاوزة طاجن الكفتة اللي متغطي بالعجين ده فوقه. معرفش جابت لي الأكلة اللي طلعتها في دماغي، فقلت ايه اعملها النهاردة. ف حطيت السكر مع الخميرة، حط عليهم المية طبعا عشان ادوب الخميرة عندي. خليني احط لي كده ايه كوبايتين دقيق، واللي يتبقى حتى اعمله كده خبز جنبيها عادي، وعليهم الميه والخميره والسكر. عجينه عاديه كانها عجينه خبز يعني، حتى اذا حابه اضيف لها شويه زيت اوكي، مش حابه عادي. بس خلينا نضيف معلقه بس يا جماعة، غطيها تتحمر. تمام، هحضر معاكم الكفتة. الكفتة لحم مفرومة وبصل وبقدونس، وهضيف النهاردة علبة زبادي كمان معاهم. هضيف الملح، فلفل، وهضيف عليهم كمان شوية من السبع بهارات أو بهارات كباب لو عندك، وعجنهم كلهم مع بعضهم. الزبادي كمان بتزود الدسم في الكفتة، قيمة غذائية، وشفت كتير يعني ناس مدحت الموضوع ده في أكتر من وصفة، فالنهاردة قلت أجربها. موجودة كتير خصوصا في وصفات الكفتة التركية. راح أعملها كده صوابع كده وأحمرها في شوية زيت. الكفتة في نفس المكان هنا هضيف البصل، وضيف عليه كمان فصين ثوم. خلينا نجيب فصين ثوم من الثلاجة. هضيف عليها فلفل ألوان، وهضيف عليه دلوقتي ملح علشان يفضل بسرعة. جبن كده هضيف عليها يلا طماطم مفرومة أو عصير طماطم اللي تحبيه. هضيف عليها دلوقتي شوية فلفل أسود، شوية كمون، شوية من السبع بهارات كمان. شوية مية، خليها ربع ساعة كده ايه تغلي وتتسبك مع بعضها على ما نجهز العجينة. العجينة وشوية دقيق. Thank you.
بقدر دايرة كبيرة كده يعني عشان تغطي الطاجن. اتثبتت كده احطها عليها. واقلبها في الزبدة بالشكل ده كده. كده تمام. هاخد العجينة واحطها عليه كده ونلزقها فيه. يعني ممكن نبل ايدنا مية، ناخد مية نظيفة، ممكن بالفرشة كده بله من هنا كده والزق عشان يلزق من هنا كويس كده. وهنا صفار بيضة مع شوية حليب وفلفل اسود وهندهنها. وش شوية سمسم وندخله الفرن. شوفوا الخبزة يعني مقرمشة خطيرة. حاجة كده فظيعة.